الله الواحد أمين. أكلمكم على شوية نقط. أول نقطة عايز أقولها الجدية في الخدمة. الخادم الناجح هو الخادم الذي يتصف بالجدية. الجدية يعني مش أي حاجة تحصل وبس، إنما أول حاجة في الجدية فهم الخادم لطبيعة الخدمة. ولعل من نواحي فهمه لطبيعة الخدمة إن الكنيسة ائتمنته على هذا الطفل أو هذا الشاب في مرحلة معينة من العمر هو المسؤول عن تعليمه، فإن فقد هذه المرحلة يبقى ضيع الطفل أو ضيع الشاب. فما دام أمانة في عنقه ولا بد أن يؤدي عنها حسابا أمام الله وأمام الكنيسة وأمام أب الاعتراف، فلا بد أن يكون جادا في خدمته. نقطة تانية من الجدية، الجدية في تحضير الدرس وفي تحضير نفسه للدرس. اللي أنا بلاحظه إن الخدام المبتدئين بيكونوا يمكن جادين في التحضير لأنهم شاعرين إنهم لو ما حضروش ما يعرفوش، لكن أكتر ناس يهملون في التحضير هم الناس الكبار والخدام القدامى وربما رتب الكهنوت، لأنه يقول أنا عارف ومش محتاج إن أنا أحضر، فتكون النتيجة إنه يدخل على الدرس وما عندوش المعلومات اللي هيقولها، أو على الأقل المعلومات غير منظمة وغير مرتبة وغير مجمعة. جايز أنت خادم قديم وعندك معلومات كتيرة لكن ربما تنسى، فلازم تحضر لكي تجمع معلوماتك لكي تنظمها ترتبها تضعها في الأسلوب اللي يبقى سهل تقبله وسهل فهمه، أو على الأقل المعلومات تحضر لها ما يناسبها من الآيات أو ما يناسبها من القصص أو ما يناسبها من التداريب. يعني مش مجرد درس كده، ايه القصص اللي تقويه، ايه التدريب، ايه الاسئلة واجوبتها، ايه الايات. الانسان الجاد في خدمته جاد ايضا في الافتقاد، لان الخدمة ليست مجرد درس يلقى وانما هي ايضا افتقاد، ويكون جادا ايضا في حل مشاكل المخدومين وطبعا في التعرف عليها وحل مشاكلها. ومشاكل المخدومين تنقسم الى قسمين، مشاكل عامة خاصة بهذه المرحلة من السن ومشاكل خاصة بكل مخدوم على حد، وبرضو عايز حلها. إن ما كانش الحل عن طريقه مباشرة يكون الحل عن طريق توصيل المخدوم بأب اعتراف أو تدخل أحد آخر في حل هذه المشاكل. الجدية أيضا في الخدمة جدية في وسائل الإيضاح الممكنة، سواء صور أو أفلام أو غيره أو كتب أو أي طرق مساعدة يعني، ودي عايز الواحد لازم ياخد باله منها. الجدية في الخدمة أيضا
تحتاج إلى جدية في الصلاة من أجل الخدمة، والصلاة من أجل الحالات التي تحتاج إلى معونة إلهية أو المشاكل الموجودة. الجدية في الخدمة هي جدية أيضا في قدوة الخادم، مادام دخل في الخدمة وإذا كان جادا في خدمته فلا بد أن هو يكون بلا عثرة أمام المخدومين، وما يكونش ليه نقائص على الأقل تلاحظ، وينبغي أن هو يكون جاد في فضائل الخادم وفي روحانية الخادم التي أرجو في وقت من الأوقات أن أحدثكم عليه، وأيضا يكون جادا في موقفه كقدوة وأمثولة للبقية. الجدية في الخدمة أيضا تشمل الجدية في نمو الخدمة، نمو الخادم ونمو المخدومين سواء في العدد أو في النوعية. والخدمة الجادة ما فيش شك فيها نمو، أو من علامات الخدمة الجادة النمو. يعني أنا ساعات كتيرة خالص لما بلاقي احتياج الكنيسة إلى رسامة كاهن وما فيش في الخدام كلهم من يقدم للرسامة الكهنوت، أقول أمال فين نمو الخدمة؟ إذن فين نمو الخدمة إذا ما كانتش تقدم مكرسين ولا كهنة ولا رهبان إلى آخره؟ يبقى جت عند حد معين ووقفت، يبقى الخدمة مش جادة في هذه الأمور. يا ريت كل واحد فيكم يراجع مدى جديته في الخدمة. ومن علامات الجدية أيضا نتائجها في تحويل المخدومين روحيا إلى التوبة وإلى الحياة الروحية القوية. يعني آثار الجدية في حياة المخدومين. لكن الخادم اللي هو أول ما يجي معاد الخدمة يروح ويقول كلمتين بتأثير من غير تأثير، بتحضير من غير تحضير، باهتمام من غير اهتمام، يعني بيضيع المخدومين في هذه المرحلة أو يوقف نموهم ويعرض نفسه لمسؤولية أمام الله. دي النقطة اللي عايز أقولها لكم من ناحية الخدمة. موضوع آخر عايز أقوله لكم، وهو في تفسير الكتاب المقدس. في تفسير الكتاب المقدس لازم تعرف معنى كل كلمة واستخدامها، معنى كل كلمة وإيه واستخدامها. وجايز الكلمة يكون لها أكتر من معنى وأكتر من استخدام، وإنت كخادم لازم تعرف إمتى الاستخدام ده وإمتى الاستخدام ده. أضرب لكم مسألة خفيفا ولكن واضح جدا في تعبير مختلف تماما تماما في وضع عن وضع آخر. يعني مثلا في أول الكتاب المقدس يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وفي إنجيل يوحنا يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة.
طبعا في البدء خلق الله السماء والأرض، يعني في بدء محدد في زمن محدد له بداية معينة، يعني زي ما تقول معناها في بدء قصة الخلق خلق الله السماوات والأرض. لكن في البدء كانت كلمة، يعني في الأزل الذي لا بداية له، يبقى كلمة في البدء هنا مغايرة تماما للبدء هنا. في البدء كانت كلمة يعني في الأزل، في البدء خلق الله يعني في تاريخ معين في موعد معين، فيبقى تكون عارف التفسير وما تقولش ما دام جملة في البدء هنا بقى زي في البدء هنا. خد مثلا كلمة نفس، نفس على الأقل ليها يعني على الأقل ليها ثلاث معاني. كلمة نفس يعني الإنسان كله من أوله لآخره، زي ما تقول الفلك خلص فيه ثماني أنفس بالماء في بطرس الأولى ثلاثة، ثماني أنفس معناها الإنسان كله. أو تقول عدد أولاد نوح، أسف، عدد أولاد يعقوب اللي خرجوا من مصر 66 نفسا، يعني 66 شخصا، غير نفس بتاع نفس الإنسان زي ما يقول نفس الحيوان في دمه، يعني لما تسفك دمه خرجت نفسه، يبقى إما الإنسان كله لإما نفسه بمعناها حياته. في نفس تانية ساعات بتطلق على معنى الروح، تطلق على معنى الروح، زي ما السيد المسيح بيقول ولكن أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي له سلطان أن يلقي النفس والجسد كليهما في جهنم، معناها الروح. فيبقى كلمة النفس معناها الحياة بتاعت الإنسان، الحياة المادية، ومعناها الروح أحيانا، ومعناها الإنسان كله أحيانا. غير كلمة نفس بمعنى التأكيد، الشخص نفسه تأكيد. خدوا كلمة رب مثلا، ودي قلتها لكم قبل كده، رب بمعنى ربنا، نقول يا رب يا رب. وكلمة رب يعني سيد، لا يستطيع أحد أنه يعبد ربين، الله والمال، يعني سيدين. وكلمة رب يعني درجة من درجات الملائكة اللي هم الأرباب. وكذلك كلمة إله برضه، إله بمعنى ربنا، وإله بمعنى سيد في بعض أوقات، زي ما يقول ربنا لموسى جعلتك إلها لفرعون، مش إلها يعني خالقا، أو ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون. طب تقول ايه الفرق بين دية ودية؟ الفرق هو دلالة اللاهوتية الموجودة في التعبير. يعني لما يقول في مزمور 82 أوله الله قائم في مجمع الآلهة في وسط الآلهة يقضي، طبعا مش ممكن آلهة بحقه حقيقي، لأن في نفس المزمور، مزمور 82 7 و8 يقول ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون، ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. فهنا الدلالة الموجودة
مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون، يبقى دي مش ممكن آلهة حقيقيين. في دلائل موجودة. يعني ويجي ربنا يكلم موسى يقول له، عشان مش عارف يكلم موسى يقول له انك انت ارسل لك هارون انت تكون له اله وهو يكون لك نبيا، يعني انت اللي توحي اليه بالكلام وهو الذي ينطق بهذا الكلام، بين من دلالتها. لكن لما نيجي للمسيح نلاقي غير كده خالص. يعني مثلا تلاقوا في رومية 9:5، في الأول رومية 9:3 بولس الرسول بيقول: وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد الذين لهم العهود والاشتراع والأباء والأنبياء إلى آخره. وبعدين في رومية 9:5 يقول: ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن فوق الكل إلها أبدي إلى الأبد أمين. يبقى هنا كائن فوق الكل وإلى الأبد أمين بتدي معنى ثاني. خدوا كلمة جسد، يمكن جسد دي لها معاني أكتر من معنى. جسد يعني جسدنا ده، هذا اللحم يعني الفلش اللحم ده جسد. ولكن لما يقول يسلك حسب الجسد يبقى هنا معناها حسب شهوات الجسد، اتغير المعنى، مش مجرد الجسد ده، لا، الجسد ده في حد ذاته ليس خطية، وإلا ما كانش ربنا لبس جسدا في تجسده وما كانش خلق جسد لأن الجسد من خطية. لكن لما يقول إن سلكتم حسب الجسد فستموتون في رومية 8، يبقى الجسد هنا يعني حسب المادية بتاعت الجسد، حسب شهوات الجسد، يبقى أخذت معنى آخر. والعجيب إن كلمة جسد أحيانا تطلق على الإنسان كله، كله بحاله. إزاي؟ في متى 24 يقول: ولو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد، يعني لم يخلص إنسان، مش لم يخلص الجسد ده بس، طب والروح والنفس؟ ولو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد، يعني الإنسان كله. أو الآية المشهورة في يوحنا 1:14: والكلمة صار جسدا، مش صار جسدا يعني فليش لحم، لا، صار جسدا يعني صار إنسانا. يبقى كلمة جسد لها أكتر من معنى، فمش عايزكوا تاخدوا معنى واحد وتطبقوه على كل وجوده في الكتاب المقدس. في كلمات كتيرة الكلمة الواحدة ليها أكثر من معنى، زي مثلا كلمة موت. الموت، موت الجسد معروف، مفارقة الروح للجسد. والموت في ناحية الخطية اللي هي انفصال الروح عن الله، يعني انفصال الروح عن الجسد هو الموت الجسداني، ولكن انفصال الروح عن الله هي الموت الروحاني. زي ما الأب في لوقا 15 بيقول: ابني هذا كان ميتا، فمش ميت حسب الجسد، ميت حسب الروح. ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. أو زي ما ورد في رؤية 3:1 في كلام الرب عن ملاك كنيسة سردس: إن لك اسم إنك حي وأنت ميت. ميت يعني بعيد عن ربنا، يعني ميت روحيا. أو زي ما ورد في الرسالة إلى أفسس: كنا أمواتا بالخطايا. هنا جات ليها معنى خالص.
أو لما يقول دع الموتى يدفنون موتاهم أخذت معنى آخر، مش الميت يعني اللي فارق الحياة، طب هيدفن غيره إزاي؟ ده الميت روحيا ونفسيا. وبالمثل أيضا تجد استعمال كلمة أخ في الكتاب المقدس، في أخ يعني شقيق يعني أو غير شقيق، يعني من نفس الأب أو من نفس الأم أو من نفس الأبوين معا، زي ما تقول مثلا أولاد يعقوب كانوا أخوة لأنهم مولودين من أب واحد، على الرغم من أن الأمهات لم يكن أما واحدة يعني. ده أخ. وفي كلمة أخ يعني قريب شديد القرابة، قريب شديد القرابة، لدرجة في بعض الأحوال كان الخال أو العم يطلق عليه كلمة أخ. يعني لما يعقوب قابل راحيل قال لها إنه أخو أبيها، بينما أبوها كان خاله، وبعد ما اشتغل مع أبيها هذا فترة قال له لابان خاله ألأنك أخي تخدمني مجانا، قل لي أجرتك كام، ألأنك أخي، ده ابن أخته، لكن قال كده. وكما قيل عن علاقة إبراهيم مع لوط، لما سبي لوط في حرب كدر لعمر وسدوم إلى آخره، بيقول الكتاب فلما علم إبرام أن أخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318. طب ده إبراهيم كان عم لوط، لكن قال لما علم إبرام أن إيه أخاه لوط قد سبي. وكلمة أخ ممكن تطلق على كلمة أخ في الإيمان، ممكن يقول لك إن كان أخ زانيا أو سارقا أو كذا لا تخالطوه، أو أيها الأخ كذا، أو اجتماع الأخوة معا، أو هو زي ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا. هنا الأخ في الإيمان، يبقى الأخ في الإيمان والأخ الشديد القرابة والأخ فعلا اللي من دمه، من دمه ولحمه. ولهذا لما قيل إن أخوة يسوع في الإنجيل كانوا أولاد خالته، فلشدة القرابة كانوا بيسموهم أخوته، لشدة القرابة يسموهم أخوته. صدقوني الحكاية دي كانت عندنا في الصعيد زمان يعني، بس بدل الأخ على الأب، حتى كان الواحد بالنسبة لعمه يقول أبوي فلان، ما دام عمه يبقى أبوه كأنه أبوه، يقول أبوي فلان وأبوي فلان. وساعات كان ابن عم أبوه يقول برضو عليه أبوي فلان. لزمن قريب عندنا في الصعيد كنا بالشكل ده، العم نقول عليه أبوي فلان، وابن عم الأب نقول أبوي فلان، وأبوي بس يبقى هو أبوه لازم يعني، ما دام ما قالش فلان يعني يبقى هو أبوه بصحيح يعني. خد مثلا كلمة ابن، ابن معروف، ابن واحد خرج من صلبه ده ابنه، زي ما نقول إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق، دي معروفة. وابن ابن الله دي حاجة روحية تشريفية لنا، زي ما قال الكتاب في يوحنا الأولى 3:1
انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله، أو زي ما يقول: أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسم. دي غير الاب اللي هو المسيح. الاب غير كلمة ابن بتستخدم في معنى تاني غير كده خالص خالص. يقول: وكان ابن 100 سنة حينما مات مثلا، أو ابن 800 سنة، يعني عمر، مش ابن يعني مولود من 100 سنة، كان ابن 100 سنة حينما كان. أو يقول أبناء هذا الدهر، أو أبناء هذا الجيل. أبناء هذا الدهر أو أبناء هذا الجيل مش معناها المولودين منه، زي واحد ما بتولد من بطن أمه. أبناءه يعني المنتسبين إليه. أو أبناء، يقول أبناء النور في جيلهم، أبناء النور. فالواحد بينتسب لشيء معين أو لمكان معين. ده في الكتاب المقدس، احنا مش بنجيب أمثلة من العالم. أمثلة من العالم ممكن يقول أبناء النيل، وممكن يقول ولاد حارتنا، وممكن يقول أي حاجة. يعني ينتسب ابن للمكان أو للزمان، لكن الكتاب يقول أبناء هذا الدهر وأبناء الجيل هذا الجيل، ويقول أبناء النور. فياريت نفهم معاني الكلام. زي كلمة نار، نار ممكن تطلق على المادة اللي هي النار، وممكن نار اطلقت على ربنا نفسه. إلهنا نار آكلة، مش معناها نار مادية. كلمة نار هنا مش تقول يعني نار مادية، مستحيل، إلهنا مش نار مادية. أو كلمة نار ساعات بتطلق على الكلمة، كلمة الله نار. ساعات المحبة بتطلق عليها النار، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. جئت لألقي نارا على الأرض، نتكلم على الإيمان والكلمة، زي ما قال أرميا: إن خدت كلمتك فصارت نارا في قلبي، في داخلي، مش نار مادية. وأيضا النار التي لا تطفأ، مش معقول هنقول نار مادية وإلا بقى تحرق الأجساد وتحرق الدود والحكاية تخلص في وقتها. لما أقول لك دود لا يموت ونار لا تطفى، ما لو حطيت نار مادية مع دود مادي نتخلص عليه وانتهينا من الموضوع يعني. لكن مش مقصود بيها النار المادية، لكن تكون تلسع الجسم كلهيب نار وليست نارا. أي واحد بيتحط في النار بيخلص بعد شوية، ينتهي يعني، يتفحم. لكن بصفة في القيامة مش هتبقى أجساد مادية، حتى الأجساد الروحانية لا تؤثر عليها النار. لكن النار هنا بمفهوم غير مادي، مفهوم غير مادي، يعني الجسد يشعر بلسعات نار جواه، يشعر بلسعات نار وهي ليست نار. زي سمعت أيضا عن اللي بتلدغه عقرب، يقول لدغة العقرب زي لسعة النار في الجسم، وما فيش نار، لكن نفس لسعة النار وما فيش نار، يعني نفس التأثير من غير ما يكون نار مادية، نفس التأثير، نفس الشعور، واحد بيشعر بأنه نار.
نار جواه. ده المزمور بيقول غيرة بيتك أكلتني، شبهها بنار بتلسع فيه من جوه. وقيل إن الروح القدس ظهر كألسنة من نار، يعني كويس جاب كلمة كا دي، يعني يشبه مثل ألسنة من نار، لكن ما كانتش النار مادية أبدا. فالواحد لما يقرأ يفتح ذهنه، الكلمة دي هل المقصود بها المعنى الحرفي أو ليها معنى آخر؟ هل المعنى الحرفي أم ليها معنى آخر؟ وما هو هذا المعنى الآخر؟ وجايز الكلمة لها معاني أخر كثيرة مش معنى واحد. فالكتاب المقدس في تفسيره يحتاج أن الإنسان يعرف معنى الكلمة، يعرف معنى الكلمة وطريقة استخدامها في شتى المواضع، لأن جايز في موضع يكون لها معنى وفي موضع تاني يكون لها معنى. شوف مثلا على النار دي، ظهور السيد المسيح ليوحنا الحبيب في سفر الرؤيا بيكلم عن شكله برضو بالأوصاف دي، ودخل فيها كلمة نار برضو. بيقول ايه؟ وعيناه كلهيب نار، مش ممكن نار مادية. ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، ما ناخدهاش بطريقة مادية أبدا. عيناه كلهيب نار، كويس جاب كاف دي، مثل لهيب نار يعني. ولذلك قيل عن السيد المسيح في فترة تجسده على الأرض إن ما كانش واحد يقدر يبص لعينيه كده، يعني لو بص يضطر يرخرخ عينيه شوية لأنه ما يقدرش، مع إنه كان قد التحف بالبساطة في ذلك الزمان لكي يشجع الناس على الصلة به، لكن برضو عيناه كلهيب نار على قدر ما يحتمل. في واحد ما يقدرش يفتح عينيه في ابوه يبص له كده يرخيهم تاني. والدنيا دلوقتي الناس اللي بيبحلقوا دول يعني ما فيهاش المهابة الكافية التي كانت موجودة زمان. كلمة ملاك، ملاك لها أكثر من معنى. في ملاك من ملائكة الله المعروفين، يعني القوات السمائية بتسمى ملائكة. وفي كلمة ملاك أطلقت على رعاة الكنائس، ملاك كنيسة أفسس، ملاك كنيسة سميرنا إلى آخره، ملاك. وكلمة ملاك أيضا أطلقت على الشياطين، لأن الشياطين ملائكة وقد سقطوا لكن أصلهم ملائكة. وفي كلمة ملاك بتطلق على إحدى الظهورات الإلهية في العهد القديم، ربنا ظهر كملاك، ظهر كملاك زي ما ظهر في العليقة في خروج 3 كملاك. فبعض الظهورات كانت بتطلق عليها كلمة ملاك.
وبالذات كلمة ملاك الرب كانت بتطلق على ربنا. لما كانوا بيستخدموا كلمة ملاك الرب كانت بتطلق على ربنا، يعني الملاك الذي هو الرب يعني. آخر كلمة أقولها ونشطب، علشان أنا عايز أجي بدري عن كده شوية وأبتدي معاكم بدري عن كده شوية. كلمة سيف في الكتاب المقدس قد تطلق أحيانا على السيف المادي، زي ما بطرس رفع سيفه وقطع ودن العبد، سيف مادي. وكلمة سيف بتطلق رمزيا على الجهاد الروحي، زي ما السيد المسيح قال الذي له سيف يبيع ثوبه ويشتري سيفا، لا يقصد السيف المادي، بدليل لما بطرس استخدم السيف المادي قال له لا رد سيفك لغمد، لكن يقصد به الجهاد. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، يقصد به الاضطهاد التي تعرض لها المسيحيون من اليهود والرومان، وفعلا استشهد كثير من الرسل والأسقفة والشعب. فسيف يعني صراع كانت نتيجته مجموعة كبيرة من الشهداء. فمش أول ما تلاقي سيف تقول لازم سيف عن سيف. وأحيانا كلمة سيف كانت تطلق على معنى السلطة، السلطة والحكم، زي ما يقول الكتاب إن الملك لا يحمل السيف عبثا بل للانتقام من صانع الشر. لكن مش معناها سيف يعني سيف مادي، ولو ان ممكن الملك يكون بيحمل سيف، لكن لما بينتقم من صانع الشر ما بيستخدمش هذا السيف بالذات، انما بيحكم عليهم السلطة او يخلي ناس من قضاته يحكمون.